قالت مصادر محلية بمحافظة إب أن مدينة الرضمة تشهد توترا شديد بين القبائل وجماعة الحوثي، وأرجعت تلك المصادر سبب هذا التوتر إلى إصرار الحوثيين على إحياء مناسبة يسمونها بيوم الشهيد. ووفقا لذات المصادر، فإن العشرات من مسلحي الحوثي قدموا ظهر اليوم من محافظات مختلفة بغرض إحياء هذه المناسبة، وجابوا شوارع الرضمة وهم يحملون أنواع مختلفة من الأسلحة بما فيها قذائف الإربيجي، كما قاموا بنصب عدد من النقاط المسلحة على مداخل الرضمة وفي شوارعها. يشار إلى أن مواجهات وقعت بين القبائل ومسلحي الحوثي قبل أشهر وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، وهو ما يخشى أبناء الرضمة تكراره في ظل توافد مجاميع مسلحة على المدينة.